السلام عليكم سيدي معرفة، لاباس اليوم؟ أصلا تا هي تا هي بليزيا واش سي صافي راني عارفك عندك كارو صوتك التليفون يمشي الله يطول عمرك. القطرة الكل ما تطلع عندي فيهم غير 18 سنتيم. إلا كانت تعطيني هذيك ديال 19 غرام، إلا كانت هي صغيرة شوية عليها في الطول حتى تشوف لي الله يسهل عليك، وإلا ما كانش باش نقصها ليا. المهم أنا عندي غير 18 سنتيم، 18 ونص كاع ماكسيموم غادي واسع. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير مزيانين، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. هاني عاود جيتكم اليوم ان شاء الله غيكون لايف خفيف ظريف، لانه بغينا ندوزو لكم السلعه اللي جاتنا الحمد لله، وصلتنا شي سلعه جديده، دي موديل غزالين فني كيحمقوا الصراحه، والاثمنه اللي هي مناسبه جدا. قلنا ندوزوهم لكم، ما ربما فضلوا من هذه لا ما عندناش تشاش رهيبان. المهم باش حتى ان شاء الله هذه كانت باغا شي حاجه في هادشي الموديل تشوفها دابا قبل ما يطلع شي الثمن، عاود شي يطلع شي داع شي ثمن ماشي تخربيقه اخرى تخرج نعاود من الجن. اللهم ندوزو السلعه دابا بالثمن هذا اللي رحنا جبناها اليوم، ما شاء الله بالثمن طايح على الثمن ديالها الاصلي. يعني اللي بغات شي حاجه مرحبا و1000 مرحبا. خلاص اللايف تاع البارح راه باقي، راكم عارفين الميزات اللي كانوا دازو فيه. يعني اي حاجه بغيتوها راه كان اللي مشات راه مشات، اللي باقي الحمد لله راه مازال. وهادو راه السلعه يلاه جات اليوم الصباح ان شاء الله، الحين الحمد لله والشكر لله. قلنا شاركوها معكم ان شاء الله باذن الله رب العالمين، واللي عجبتها شي حاجه مرحبا. غير عرفوا لي بخي ديال اليوم راه هادو اثمنات ديال زعما ثمن مرفق، يعني ماشي هادو الثمن ديالهم يعني باش غنفوتوهم ان شاء الله، لكن حنا غادي ندوزوهم ان شاء الله بثمن مرفق. دونك مرحبا بكم و1000 مرحبا في هذا اللايف هذا، غادي يكون لايف خفيف غير بالموديل، لكن اللي بغات شي حاجه مرحبا تسولني عليها ندير واحد اللايف بيناتنا. ومرحبا و1000 مرحبا. المهم البنات كما دخل معنا جدادات، معكم صفاء من بيجو تخيل اخوين ميدوز، كنبيعو دابا 18 كاره طبعا اللي كيتباع في المغرب كامل، لا ليفغيزون فابور المدن المغربيه كامله بدون استثناء. سميه الكنيه رقم التليفون العنوان كامل كتصيفطيه لنا باغ واتساب لي على لارتيكل اللي عجباتك وبغيتيها، وكنصيفطوها لك افيك دي كادو سامبوليك كنصيفطوهم لك باغ امانه حتى لعندك حتى لباب دارك. مرحبا بكم و1000 مرحبا. بالنسبه للتواجد ديالنا فهو في مدينه ميدلت قصاريه ميدلت اللي كاينه وسط المركز الثقافي. مرحبا بكم و1000 مرحبا البنات. نور جاد، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. حبيبتي ايا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ام يوسف، شحال الجرام؟ بالنسبه للزينات ديالي هادو موديل ماشي بالجرام، هادو اللي غندوز لهم اليوم ان شاء الله كلهم موديل ما كيتباعوش بالجرام. بغيتي شي حاجه بالجرام دوزي اللايف ديال البارح، راه دوزت الحويجه ديال الجرام. باقي لي شي حاجه، باقي لي شي ثلاث، باقي هنايا شي جوج عواصر سيبوم ثلاثه، باقي لي حبيبتي شي غورمي، باقي لي مهم شي سراتل، باقي لي شي باطليات، هادو اللي بقاو لي زعما في الاخر. اما الجديد دابا حاليا بادي من 770 درهم الجرام، وبالنسبه للقديم راه 740 750 باش داز. صافي البنات مرحبا و1000 مرحبا. سير بخير، لاباس عليك. قول اخويا انت انت غادي تقول البيع هذا شحال واصل؟ شوف كيداير شنو
هذا قديم ماشي جديد. قديم كلي امريكا كورميت امريكا. ها هي حبيبتي 9500 درهم 190 الف ريال. 9500 درهم 190 الف ريال. هذه 190 الف ريال. 9500 درهم 190. دونك ها هي 190 الف ريال غزاله وفنه ما شاء الله. كتجي غزاله وفنه. خويا ديال الوالده 9500 190 الف ريال 950 اورو شي حاجه غزاله وفنه. شتي الا بغي بغاتها مرحبا. المهم البنات غادي نقلو لايف دابا نقلو نيميرو الواتساب دابا. اللي بغات شي حاجه مرحبا دوز عندنا واتساب وتسكريني لارتيكل اللي بغات ونحضروا اصلا شي حاجه قديمه من البيع. لا تحاولوا تبارطاجيو لايف شويه عفاكم. حاولوا اسمحوا لنا شويه البنات. المهم حاولوا تبارطاجيو شويه اللايف باش يطلع شويه ويشاهدوها اكبر عدد ممكن ديال الناس. صافي اليوم موديلات غزالين فنينه البنات. شي حاجه زوينه بزاف شي حاجه مودرن شي حاجه كلاس بالنسبه لعشيقات الموديل عشيقات الكلاس البنات. شوفوا حنا دائما كنقول لكم تخبيه الفلوس راه كاينه في البلدي، لكن اللي عندها البلدي ما فيها بس دير شويه عاود الموديل حتى هو تيبقى شي حاجه دوال ديال شي حاجه كلاس شي حاجه اللبسه ديالها انيقه. اختي واش لقيت نسله الحضور التعليقات خرام تكون شويه باينه جهد 7000 درهم. تلقاي تلقاي دوزي لي واتساب ونشوف لك تلقاي الزينه ديالي. حاولوا البنات بارطاجيو اللايف قدر المستطاع باش يشاهدوا اكبر عدد ممكن ديال الناس وتستافدوا حتى انتوما بنسبه البارطاج ديالكم. حيت اشوفوا بالنسبه لهذا الشهر هذا حيت انا مازال ما قعدتش انا باش غادي نقول لكم ونقلب ونشوف شكون اللي ربحات معنا هذا الشهر. ولينا وعدكم ان شاء الله غير غنحسالي هذا اللايف غادي نشوف شكون اللي ربحات ان شاء الله ونكتبها لكم في لاباج. وبالنسبه للاخوات راه اللي بداو معنا هذا الشهر هذا راه بداو معنا هذا اللايف اللي فات تاع البارح. صافي دونك هادو غادي اللايف تاع البارح غيبدا به يعني اللي بارطاجات ان شاء الله حاولوا تبارطاجيو حيت المسابقه راه غير ممكنه راه ماشي زعما كنضحكوا لكم ولا راه كاينه المسابقه. كي كتربح معنا شي اخت كتصيفط لينا المعلومات ديالك وكنصيفطوا لك حنا الكوموند يعني كنصيفطوا لك الكادو ديالك ولا الكادو تيكون ارتيكل من ذهب يعني تعاودوا كل وحده واش كنعطيوها ماشي كلشي كنعطيوه بحال بحال. ياسمين وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شحال غرام اختي الجديد بدي من 770 الزينه ديالي وانت طالعه والقديم 740 750 ماكسيموم. بصح البارح دوزت اللايف كانوا فيه ميزات 730 740 750 هادشي اللي بقى الشهر هذا. بالنسبه للبنات راه سلسله الزريعه راه مشات يو بيسيكا يو سمي الاخرى هذيك سميتها هذيك المسكيه المصحف باقي لنا المصحف اللي بغاتو مرحبا اللي بغات المصحف راه مازال بوحديتو. اللي ربح المسابقه كل وحده واش كنعطيوها حبيبتي ما كنعلنوش على الكادو حنا ما كنعلنوش على الكادو راه ما غاديش ندخل نقول لك ها الكادو انا كنعطي كادو داكشي اللي كنشوفو انا مناسب دونك ماشي فهمتي ما كنعلنش على الكادو. المهم المسابقه كتكون كتبارطاجي لي لايف اللي كنديرو وفي الاخر ديال الشهر كنعطي كل وحده كنعطيها حاجه ماشي كنقول هذه هاك نعطيكم كادو نقول لكم ها الكادو ديال ديك ديال المسابقه وصافي. الثمن ديال الخاتم اللي في يدك ديال الاناناس مرحبا. اهلا سميره زينات لاباس عليك بخير ختم خرم ختم مرياش في الميزات. كاين عندك شي ختم مرياش في الميزات ولا ما بقاوش؟ كاين عندك شي حاجه ديال دوزه في الميزات؟ كاين ختم مرياش كاينين خواتم مرياش. يلا بنات نبداو اللايف على ما يشوف لنا كاين شي حاجه في المرياج. المهم انا كنت معوله هذا النهار غادي كنت ندوز غير السلعه هاد السلعه فقط اللي كنت غادي نفوتها لكم اليوم ان شاء الله حيت جات اليوم قلنا نشاركوها معكم ما كاينش نتسناو حتى اللايف الجاي ولا يتبع فيها يتباع ولا غيبقى يبقى اللهم ندوزوها كامله معكم اليوم باش اللي بقات بقات واللي مشات مشات الله يسخر اللي خرجات. غادي نبدا لكم البنات اول حاجه نبدا لكم بهاد لاباك هادي غزاله وفنه تاع الاناناسة دونك ثقيله وزنها البنات 3672 الف ريال 3600 درهم 72 الف ريال ديال الاناناسة شي حاجه ثقيله. خديت عندكم جوج دمالج وبغيت نخدم عليهم حتى دمليج فيه السامبل والمنقوش وبعيده عليكم كيفاش ندير اختي. بالنسبه الا كنتي بغيتي تاخدي فيه وسطهم هذاك السامبل خديتي فيهم جوج دمالج ياكي بغيتي تخدمي ليهم دمليج فيه السامبل والمنقوش يعني يكون نص سامبل ومنقوش سهل الحال حبيبتي. شوفي ليا شحال بغيتي فيه من غرام يعني الا كان عندك الغرامات ديال دوك الجوج بغيتي ديري نفس الغرامات وتكون وتقولي لي شحال الدوره
صافي وصافي هذاك الشلاقه تيبقى علينا حنا السطور الصناعي تخدم لك مرحبا صافي لي غير شنو الموديل هكاك عندك كي داير هذا الدملي داير الدماج ديالك هذوك اللي عندك وشوف انا الدملي اللي بغيتي تخدمي ليهم المنقوش ومرحبا كان عندي راه غنوريه لكم نقول لك ها هو ما كانش عندي دونك نخدمك سور كوموند كيوصلني ان شاء الله من بعد 10 ايام ديال الخدمه فاش كيوصلني تنصيفط لك تنقول لك راه وجد صافي يعني هو الجرامات ما تيطلعوش اكزاكت ممكن طالعين شويه نازلين شويه تيوزر كيقدر يطيح نيشان ولكن كنخدموه سلسله الحضور كاينين سلسله الحضور الزينات ديالي كاينين موجودين غير شوفي انت شحال بغيتي الثمن ومرحبا دونك البنات كاين هادو هذا 3700 3600 درهم 72 الف ريال 3600 درهم عفوا 72 الف ريال خاتم ديال اناناس شي حاجه ثقيله وزنها عطي العين البنات كيجي كيحمق كاينه البنات هذه هاد النباله هذه ديال التخرام جايه كلها دوره وحده ديال التخرام ومضوبله في الخدمه ديالها صحيحه متينة البنات الدوره ديالها هذه راها 6 سنتيمات فيها 13500 درهم البنات 13500 درهم اللي هي 1,070,000 ريال للبنات نباله ديال التخرام دوره وحده كتجي كتحمق واللبسه ديالها كتجي انيقه بزاف شوفوا تبارك الله كي معمره اليد جايه ب 13500 درهم 1,070,000 ريال بالنسبه للكولي امريكان اللي في ديال البنات الكواميت امريكان عفوا اللي كاينه في الديف راه دايره 9500 درهم 190,000 ريال وهذه 9500 درهم 190,000 ريال دونك البنات كيجيو كيقريو السميات الله يخلف لك شوف البنات شي حاجه غزاله غزاله فنه كتجي طوب البنات هذه غورميت غورميت ديال كارديلا غارزيلا شوفوا البنات شي حاجه الطوب ديال الطوب البنات هذه 9500 درهم 9500 درهم 13500 درهم دونك ثلاثه ديال لي موديل كيحمقوا هذا بطبيعه الحال البلدي صراحه هذوك اللي حمام كاين هاد النبالات كاين هاد كورميت امريكان اللي كتجي هكا كتجي الدوره ديالها عريضه هنا في الواجهه غادي وكترقق وهذه لانجوستا هي كتجي هكذا في هذا العرض هنا في الواجهه ديالها غاديه وكترقق وريني الرق اللي كتشوفيه راه ماشي داك الرق اللي ما تبانش بالعكس كتجي زينه بزاف 770 حبيبتي بالنسبه لرادكم 770 مابقاش 780 واش عندكم الذهب القديم شحال من غرام كاين عندك شي حاجه في الميزات حبيبتي عاوننا ويعاونك الله حبيبتي الله يخليك الله يكبر بك عندك سلسله اللوزه لي موديل حبيبتي اللي كتبوا لي ما بقاتليش هذيك لا سلسله اللوزه كانت بصح ما بقاتش ما مشات مازال ما جبناهمش صراحه حيت مازال صناعيه ما بداوش الخدمه راكي عارفين بحال الثمن ديال خاتم التخرم البلدي كل حاجه ثمنها كيبداو تقريبا من 2500 درهم شي حاجه صحيحه من 2500 درهم تيطالعه خاتم سامبل مبروم كيتباع بالغرام ولا موديل كيتباع بالموديل كاينه البنات هاد البغاسلي هذا اللي كيجي زوين بزاف كيجي غزال ديال غورميت 6500 درهم 130000 ريال الخاتم ديالو ب 2800 درهم 56000 ريال الخاتم 56000 ريال والبراسلي 6500 درهم 130000 ريال اللي بغاتو مرحبا والف مرحبا مالك حبيبتي لا ما عنديش مبقاتليش مازال ما جبتهمش ما بقاو لي الزينه كاين هذا حتى هو غزال يعني فيه واحد النسبه قليله ديال الحجر كيجي زوين بزاف حتى هو في اللبسه ديالو كيجي غزال في الملون شوفوا البنات هادو ريزينغ شي حاجه الطب ديال الطب البنات كاين هذا الخاتم ديالو داير 4600 درهم 92000 ريال وهذا البراسلي داير 11000 درهم 1,020,000 ريال هادي دايره 13500 درهم 13500 درهم 1,070,000 ريال الدوره ديالها تقريبا 6 سنتيم حيت جايه قدي 6 سنتيم دونك البنات هذا كما قلنا 11000 درهم 1,020,000 ريال وهذا 4600 درهم 92000 ريال ثمن جد مناسب بالنسبه لهاد جوج ديال لي بغاسلي هاد جوج ديال لي موديل خاتم بالبغاسلي ديالو شي حاجه زوينه بزاف واللي ميزهم البنات هما انهم دوبلين يعني الخدمه صحيحه مدوبلين ماشي رقاق مدوبلين في الخدمه ديالهم اللي عجبها مرحبا حبيبتي حنا كنا جبنا هاد السلعه جديده قلنا نشاركوها معكم داكشي علاش الزينه ديالي ما كنتش معوله صراحه وليني ملي قلنا نعول ندوزوها لكم يعني نشاركوها معكم الخاتم البنات كيجي حتى هو مدوبل وصحيح وثقيقل في الميزان ديالو شي حاجه غزاله صراحه اختي بغات لي خاتم ديال التخرم ها هما الزينه ديالي هذا جا في 3400 هذا غير تهز عشوائيا جاب 3400 درهم 68000 ريال ومدوبلين الخدمه ديالهم باش كتجي زوينه انهم مدوبلين في الخدمه ديالهم شي حاجه اللي مدوبله على حقها وطريقه ماشي شي حاجه اللي تتعوج ولا شي حاجه بالعكس شي حاجه زوينه كاين هذا حتى هو 3600 درهم 72000 ريال 3600 درهم
72,000 ريال. دونك جوج خويت ماتن تاع تخرا طلبتهم الاختها هما 3600 مع 3400. دونك هادو تهزو غير عشوائيا، يعني 3600 3400 3600. انا النص اللي كانت في يدك شحال هذيك 3600 درهم الزينه 72,000 ريال، ثقيله وازنه وعاطيه للعين صراحه، وجايه في ثلاثه ديال الخويطات، جايه الشكل ديالها زوين بزاف. علقات ولا مسكين علقات ولا سلسله لويس؟ سلسله لويس هذيك سلسله دلوزه داك دلوزه. شوفوا لي البنات تيفاني وما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله شي حاجه ديال العشاقه، شي حاجه ديال الهبل. خوات من الزواج مرحبا اختي، انا شفت شي حاجه مرحبا. شحال البيجي ديالك الزينه ديالي؟ مرحبا. قولي الجرام لمي، هادو كيتمشاو بالموديل حبيبتي ماشي بالجرام. بغيتي الجرامات اختي ديال هادشي راه كيتباعوا لي زارتيكل اللي بالجرام، دوزي عندي واتساب ومرحبا. هادو بالموديل حبيبتي، الا ما غاديش ندوز لك انا حاجه الموديل بالجرام، فهمتي حبيبتي؟ سورتو انا كي قلت هادو راهم باقيين، الله جبناهم جداد. شحال ثمن الذهب دابا؟ الذهب دابا 770 تي طالعه الزينه ديالي من ناحيه الجديد، القديم 740 750. ولينا اختي خوات مرياش في الهميزات، شوف لك الا كاين شي حاجه حيت كيطلبوهم لينا غير في الواتساب كنصورو كياخدو. مانيش عارفه دابا واش بقات شي حاجه عنده، الا كانت شي حاجه بغا يدوزها في الجرام خليتيها في الفريزير. خوات من الزواج لا حبيبتي ماشي في الريش، حنا في مدينه سميديس، الريش راه غير حدانا، راه شي ساعه المكانه تقريبا وصافي، راه حدانا هي تاهي. كاين البنات هذا تيفاني، البنات كيكون هكا تقريبا في هاد الحجرات هادو كاملين هنايا، واحد الكرات نتاع الحجر كيجيو غزالين فنين. شوفوا ما شاء الله كي داير، براسلي كامل جايب 14,000 درهم، ثقيله البنات وازن 14,000 درهم، راه ثقيله، راه غير الهزه ديالو هكا كتبين انه ثقيل. هذا واخا دير ماشي العبره ديال القمح، وليني يعني الهزه بالعيالات كيولفوا يديروا الدب هكا ثقيل. شوفوا البنات 14,000 درهم، 1,080,000 ريال، 1,080,000 ريال، بغاسلي كيحمق البنات. بالنسبه لهذا كنقول هضر على عاشقات الموديل، يعني بالنسبه للناس اللي كيبغوا شي حاجه مودرن وشي حاجه عاطيه للعين، شي حاجه همويه، فهذا 14,000 درهم الثمن ديالو. 14,000 درهم ها هو البنات، شوفوا كي كيجي في اللبسه، شي حاجه عشاقه، شي حاجه همويه، شي حاجه كلاس، تبارك الله ما شاء الله، شي حاجه غزاله وفنه. دونك 14,000 درهم، 1,080,000 ريال، كيجي الطب ديال الطب البنات. هذا البراسلي ديال تيفاني، شوفوا ليا داخل ديالو كيفاش داير، شفتو؟ شوفوا كي جا داير داخل، يعني شي حاجه عشاق، شي حاجه همويه صراحه. هذا بشحال قلنا؟ هذا بشحال؟ لا اي هذا تاع تيفاني 15,500. هذا البنات داير 15,500، هذا راه ماشي هو بحال هذا، هذا راه خفيف، شوف هذا ماشي بحال هذا، هذا كيبان كبير عليه، الا راكم تشوفوا هذا كيبان كبير على هذا. دونك هذا ب 14 وهذا 15,500، مليون و 110,000 ريال، مليون و 110,000 ريال. وبالنسبه لهذا ديال رولكس هذا 12,000 درهم، مليون و 40,000 ريال. رولكس البنات مليون و 40,000 ريال، 12,000 درهم، يعني يستاهلوا البنات، راه صراحه شي حاجه ثقيله، راه ماشي حاجه سليكه في التعليك، راه شي حاجه هماويه وعشاقه صراحه. بالنسبه لعاشقات الكلاش فراه كل ديال الكلاش الحمد لله، عندي البغاسلي ديال الكلاش اللي بغاتهم مرحبا. كاين عندي هذا، هذا داير البنات هذا 8200، 164,000 ريال، 8200، 164,000 ريال، 820 د الاورو. وكاين هذا الصغير 6700 درهم، 134,000 ريال، 134,000 ريال، 670 د الاورو. شي حاجه همويه البنات وانيقه البنات، شي حاجه غزاله وفنه. دونك اللي بغات شي حاجه في الكلاش ها هو جوج ديال لي براسلي ديال الكلاش، شي حاجه عشاقه. دونك كما قلنا هذا 8200 وهذا 6700. اختي لمياء شوفي انا راه نقول لك في وجهك، انا رديت لك البال بزاف ديال لي كومونتير كتحطيهم بحال هكا حبيبتي. الا كان شي دايبي في اللايف كيدوز الموديل تيقول لك الجرام، روحي عندي مرحبا بي نقول لك الجرام، حاجه الجرام راه باينه وحاجه الموديل راه باينه زينه ديالي، يعني انت اوبليجي نعطيك الجرامات. انت غاسي بشي حاجه غتدخلي عندي غادي تعطيني تقولي لي اختي بغيت هاد البغاسلي هذا شحال فيه من غرام، غادي نقول لك انا ها شحال فيه من غرام ونعطيك كاع لي ديطاي. الحمد لله انا ما غاديش نتس عليك، لكن انا هادي موديل فهمتي، يعني كاينه انت من النوع اللي باغا الغرامات، وحده اخرى ما على بالهاش كتعشق تتعشق الذهب كتلبس صافي، كتجي كتقول لها هذا مليون تتقول لك هكا فلوسو، فهمتيني؟ حاجه الموديل راه حاجه الموديل الزينه، واي دايبه غتدخلي وغتحطي له هاد الكومونتير انا ما هضرتش معاك، واحد غيبلوكيك في البلاصه باش نقولها لك نيشان الزينه، خاطر ملي تكثري بحال هاد الهضره هادي اي واحد دخلتي عنده غيدير لك بلوك، حيت حتى واحد ما غادي يبغي تبقاي تقولي له لا ديال الجرامات ديال الجرامات، حاجه الموديل باينه
وحاجه الجرام باينه. بغيتي الجرامات كاين، ها هما دو كاينين، دوزي لي نعطيك الجرامات. حاجه اللي دوزتها بالهميزات البارح، عصير الصابون، المهم حاجه الموديل راه باينه وحاجه الجرام باينه. حبيبتي باش تفهمي واحد الحاجه، انا راه ماشي باغا ندس عليك، ولكن دخلي عندي ماشي تقولي لي ديك السلعه اللي دوزتيها كامله كما دارت لي وحده واحد النهار، قالت كاع داكشي اللي دوزتيه بالموديل قولي لي جراماتو. واختي صافي نبقى انا جالسه نجاوبك غير انتيا، راه كاين حاجه غتدخلي هاد التسكريني هادي، غتدخلي عندي غادي تقولي لي اختي هادي شحال فيها من جرام، غنقول لك انا اختي ها شحال فيها من جرام، واش شحال كي تقول لك حتى حسبتي لي الجرام، تنقول لها اش حسبت لك الجرام. بغات بغات ما بغاتش، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما غنبزوش عليها باش نكونوا واضحين الزينه ديالي. هادشي اللي غنقول لك، واحد اخر والله ما غايسمح لك، واحد يضرب اي بلوكيك وغايخلي راسو هني راسو كاع من هاد الاجوبه ما يجاوبكش حتى الجواب. انا حبيت نقول لك اللي كاين، ومرحبا بك والف مرحبا. الله يخليك اختي انتصار، الله يكبر بك. اسماء الزينات لاباس عليك، بخير الزينه ديالي. وانتي صح انتي دخلتي مع اللايف نيشان تما الجرام جديد 770، انتي طالعه القديم 740. البنات اللايف راه البارح مازال في الفيسبوك، مازال راه في الفيسبوك اللي ولا في اليوتيوب، اللي ما عندهاش فيسبوك راه مازال في اليوتيوب. تدخلوها البنات كاين كاين، اللي بغات شي حاجه دخل تشوف اللايف نتاع البارح، راه فيه الميزات وفيه الجديد. اللي مشات راه صراحه مشات، المهم الحاجات اللي مشاو في الصفحه ديالنا ما غنحطوهمش حتى شي، هما جاوبوكش عليهم ولا جاوبوك داكشي، راه داروا معاك الوقت، داروا معاك الصبر. صافي الله يخطيك ايه، الله يكبر بيك سميره، لاله اختك حبيبتي. شوفوا لي البنات، شوفوا لي الاناقه، شوفوا لي تبارك الرحمن. انا ما نبلوكي حد، انا بحال هاد الاجوبه بالاسئله ما كنبلوكيش فيهم من الناس، كنجاوب. شوفوا البنات ما شاء الله تبارك الرحمن، راه شي حاجه عشاقه، شي حاجه همويه. هادو راه حبيت نشاركهم معاكم لانهم غادي يطيروا، انا كنقولها لكم راه غايطيروا، راه ما غايبقاوش، راه تبارك الله ما شاء الله، راه غير بنات ميدلت ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يسخر لهم في رزقهم، راه ما شاء الله كيطيروا بهاد لي موديل هادو. لكن قلت نشاركهم مع صحاباتي وحباباتي، المهم ماشي وحده تبغي شي حاجه ومرحبا. شوفوا لي تبارك الله وصلت على النبي، هذا حتى هو الموديل ديال غارزيلا، شي حاجه طوب ديال الطوب البنات. شوفوا كاينين شي وحده كتقول لك كتقول لك مرحبا بك اختي، ماشي مشكل، الكلمه الطيبه كافيه. قال لك تقول لك اختي انا ما كنعجبنيش البلدي، عشاقه ديال الموديل. قال لك تقول لك تدخل كتجيب لي شي تصويره ديال شي فنانه، كتقول لي اختي بغيت واحد الكورميت اللي لابسه هذه الفنانه وما كتلقاهاش عندي. يلا اختي دابا ها هو، ها هو الاخر. سلام، ممكن نعرف الاثمنه ديال المضمه مشلا ويكون الزواق ديالها زوين في حدود 11. اخر وحده كنت دوزتها، كنت دوزتها ب 3000 درهم. ها حطها بلاتي شويه، حطها. شوفوا البنات غارزيلا غير السميه كافيه باش تعرفوا بلي هادشي راه كله شي حاجه انيقه. الكوليه البنات 15000 درهم، هادي 9500 ديال اليد، شي حاجه هماويه البنات. هادو موديلات خطير 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 صراحه، شي حاجه كتحمق. قلت لكم راه ما غيبقاوش، راه قلت لكم غنشاركهم معكم، لا ربما شي وحده باغا تقلب بحال هذا الموديل هذا وبغاته، اما راه ما غيبقاوش البنات صراحه. حيت هادشي تبارك الله البنات كيدخلوا هنايا شافوا السيد كيحطوا، والله الا شنكره كتقول له خويا شحال، كيقولها بلاتي حتى راه يلاه كنشري، مازال ما شفت والو. شوفوا تبارك الله وصلت على النبي، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا لي الموديلات، شوفوا لي شوفي لي الشكيل، شوفي لي الاناقه والهمه والشان يا حبيبتي. تلبسي ان شاء الله اللي لبساتو تلبسو مني ومرتاحه وزيد الرزق. شوفوا تبارك الله ما شاء الله 9500 درهم بنات، 190000 ريال، 15000 درهم، مليون ونص، مليون ونص، شي حاجات ديال الهمه، شي حاجات ديال الحماق. مرحبا، شوفوا شي حاجات ديال الهمه. شكرا بزاف يا حبيبتي، وقفت تسميوني، شكرا لك على خطيك اختي. اختي بغالي تيفاني اللي لابسه في يدك، هذا حبيبه ديالي 15500 درهم، وكاين الصغير عليه ها هو دار 14000 درهم الزينات ديالي. الا ها هي الا كنزه كنزه، مرحبا بك حبيبتي. وكاين الخاتم ديالهم 2000 درهم، ها هو الخاتم ديالهم 2000 درهم، هذا 2000 درهم، هذا 14000 درهم، هذا 15500 درهم، مليون و100 و10000 ريال. دونك هادو ثلاثه ديال الاخر ديالي بغات، جوج ديالي بغات لي بالخاتم ديالهم، شي حاجه هماويه. انا اول مره نحضر ليك، ممكن توري ليا منظمه وفينا حنا في مدينه ميدلت عزيزتي، وكنديروا ليفريزون فابور المدن المغربيه كامله، مرحبا بك. المهم هذه اللي بقات لي الزينه ديالي، درهم شله تبارك الله وصلت على النبي، كتحمق كتحمق هذيك، كتحمق البنات. شوفوا تبارك الله هذه منظمه ديال القرى مشله، شي حاجه تقولي عليها ذهب، ماشي مشله. هذه جايه ب 3000 ريال، 3000 درهم، 60000 ريال. طول ديالها تبارك الله راه طويله، يعني طويله، يعني ماشي شي وحده، المهم
طاي ستوندار شي حاجه غزاله وفنه كتجي كتحمق البنات. شوف تبارك الله وصلت على النبي. شوفي 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 هكا الا حليتها خصني نلبسها ما راني لابسه ني تلبسها اللي تلبس اللي تجي مع هاد المنظمه. شوفوا لي تبارك الله ها نتوما كتحمق كتحمق صراحه اللي شافها كتحمق عليها. يعني شوفوا كانوا دخلوا فيها شي ثلاثه مشاو قالت هاد الحبه هادي اللي بغاتها هادي كتجي كتهبل دونك 3000 درهم الزينه ديالي هادي اللي بقات لي. كنتي باغا تاخدي شي وحده اخرى مرحبا. نشوفوا الكسيد اللي كيخدمهم نخدموا لك شويه ديال الزواق اللي بغيتي. اختي العبار ودوات تاع العبار رولكس براسلي شحال رولكس براسلي كاين الزينه ها هما دا حبيبتي رولكس كاين لمياء حبيبتي الله يسهل عليك الزينه ديالي اللي بغيتيها ندير لك نعطيوك نعطيوك غرامات الزينه ديالي وليني في الخاص. اما في الواتساب في اللايف لا هذا هو اللي غنقول لك الزينه ديالي. اخر حاجه غنقولها لك باش تعرفي واش كاين ها هما رولكس. يا لاله على رولكس يا لاله على رولكس كل قال زاري سوكا العزيزه الغاليه. شوفوا البنات رولكس شي حاجه كتحمق كتهبل كتسطي. عطيتيني خاتمهم ياك ها هو والخاتم ولا باك ولا باك عليا. شوفي شوفي والخويت الخويت من الخويت يا اختي. شوفي لي تبارك الله وصلات على النبي شكلا ونوعا وعبار وزيونه والحمامقه وكلشي كلشي فيهم كيحمق. شوفي تبارك الله وصلات على النبي. الخاتم 2700 درهم بدلك به هو اللي رخيص شويه 2700 مرحبا ابقي معايا في اللايف وما تمشي فينا انا ندوز لك الخويت من الزواج 2700 درهم 54000 ريال. هذا المبيريك داير 8000 درهم 160000 ريال. هذا شوفي هذا 160000 ريال 8000 درهم. هاد الزيونات اللي حداه 11500 درهم هذا راه عريض 11500 درهم مليون و 30000 ريال مليون و 30000 ريال. وهذا 11000 درهم مليون و 20000 ريال مليون و 20000 ريال مليون و 20000 ريال. اللي بغات الغرامات دوز عندي واتساب في اللايف ما كنعطيش الغرامات باش تعرفوا واحد الحاجه. هادشي اللي كنقول حيت انا نجيكم الله ما قاصح ولا كذاب ما نقولش الغرامات الحاجه الموديل في اللايف. اللي بغات الغرامات دوز عندي واتساب وعيبها وعارها الا ما جاوبتهاش قولي قلتي لي دوزي وما عطيتينيش. شوف البنات نصورها لك فوق الميزان كاع وتكوني على خاطرك ما عندناش كاع علاش نخافوا حمد الله وشكرنا خدمتنا واضحه. 8000 درهم 160000 ريال هذا 11500 درهم 11500 درهم مليون و 30000 ريال. حيت الا عطيت الغرامات غادي تبدا عاود القيل والقال 11000 درهم مليون و 20000 ريال. كاين ما بغاش كاع تشري وما عندهاش كاع فلوس الشراء وتبقى تفلسف عليكم ديك الفلسفه ديالها. دونك اللي بغاتو انتغسي غتدخلي عندي على الحاجه اللي شتيها ماشي عاد كلشي. حيت واحد السيده قالت لك عطيني الثمن ديال كلشي الثمن ديال كلشي. اختي مالي انا نبيع لك بيجامات كذب على الله ما كنبيع لك الدابه حبيبتي كيفاش نعطيك كلشي راه بزاف باش نعبر عندك الثمن راه ماشي بيجامات هادو حبيبتي هادو راه الذهب باش تفهموا. يعني اختي اللي بغات شي حاجه سكريني سكريني ودوزي واتساب وعيبك وعارك حبيبتي. ولو كان ما نحطركش فوق الميزان ونصورها لك هادشي اللي غادي نقول لك. اما باش تقولي لي لا خصني اي حاجه ندوزها في الموديل ندوزها لك نعطيك الغرامات ديالها اوبليجي نعطيهم لك هنايا في اللايف لا حبيبتي ما من حقك ما من حقتيش عاد تقول لي هاد الهضره. تركوا عارفين الموديل وعارفين وعارفين الحاجه الغرام. بغيتوا الغرام دوزوا له نيشان بغيتوا بغيتوا الموديل دوزوا له راه باين. يعني انا راه كنعطي راه كاين دايبل وخطيره تنزلي يقول لك لا قولك لا اختي بموديل علاش نسمينها موديل حيت موديل صافي هادشي اللي كيخسر عليك ديها ولا خليها. كاينه البنات هادو كاين هاد الخويت مات دونك هذا 4000 درهم 4000 درهم 80000 ريال. وهذا هذا 2700 درهم اهلا مرحبا استنى يبقي معايا نقرا كومونتير 2700 درهم 54000 ريال. وهذا 2500 درهم 50000 ريال. دونك هادو كيحمقوا البنات خويت مات ديال المرياش شي حاجه صحيحه ومتينه شي حاجه غزاله وفنه. وكاين هذا 2000 درهم 40000 ريال هذا 2000 درهم 40000 ريال. البنات اللي راهم متبعيني راهم عارفين كتدخل كتقول لي اختي شافت شحال حسبتي لي كاع الغرام كنقول لها حسبت لك ديك الهضره يعني ما عندناش علاش نخافي عليك ولا غادي نخبي عليك شي حاجه. سلسله برومو فيها كليكي كركوبات سلسله برومو فيها كركوبات للمحجبات اختي شحال دايرين راه موديل قديم. شنو موديل قديم انا ما عرفتش نعرفو
ما نقدرش عليك نقول لك عندي ولا ما عارفاش كي داير في الكركوبات. حنا عندنا خلي شي شات بصح شي الموديل القديم الا عندك شي تصويره شي فيها في شي بلاصه هكا صور ليا ومرحبا. اختي صفاره كل واحد وطريقته في البيع، كل واحد وطريقته في البيع. راه كتعجبني في هاد الكومونتيرات الغزالين يا اخي، حتى حنا كنعرفوا دابا فهمتيني، حنا راه كيجيونا دي كومونتير وكتجينا وحده كتقول لك اختي راه ما عارفاش انا اصلا غرامات ديال ديك لارتيكل اللي شاريه عليه اللي راني شاريه، كتقولي لها خصك تجيبي لي غرامات وتقول لك راه ذهبيه هنا ما تيبغوش يعبروا لينا مادام ما شاريينش عليهم ما تيبغوش يعبروا لينا لارتيكل. اذا شنو هادشي راه كامل ها؟ دابا الصباح مصيفط لي شحال من داك تصيفط لي السلعه تا كتقول لي اختي ما عرفاش غراماتها باش غادي نبيع نشري عليها انا يعني. وانا ما عرفاش الغرامات تقول لك راه ما بغاش يعطيني ولا كيقول لي لا راه موديل صافي هادشي اللي كيخرج عليها هادو موديل دا شاريه وهي ما عرفاش شحال بشحال شاريه وما عرفاش الغرامات ديال لارتيكل. الا يعني هادشي اللي كاين وكاينه كتكون عارفه كتكون ديجا عابره ولا شي حاجه صافي راه عارفه. شوفوا البنات كاين هذا 4600 درهم 4600 درهم 192 الف ريال 4600 درهم 92 الف ريال. غادي نمشي لكم البنات هذا شوفوا تبارك الله والصلاه على النبي شوفوا لي ما شاء الله هذا هماوي حاجه مازال الراد كلي في نفس العرض الراد اللي في نفس العرض لا مشات الزينه تباعت. شوفوا البنات هذا 21000 درهم هذا البنات انا نعطيكم العرض ديالو لانه شوفوا في الكاميرا يمكن ما راهش يبان لكم مزيان راه شوفوا غير ارى شوفوا هذا العرض ديالو 1.4 1.4 اختي الدري راه يجاوب الكليان حيت دابا ما عنديش كي ندير دابا الناس كيصيفطوا تيقول حنا مساليين جاوبونا الدري راه يجاوب الناس اللي راهم يصيفطوا في واتساب هذا علاش كتسمعي الحس ندير خويا الاسلحه كتب باش ما ديرش الحس فوق الكونطوار كدير الحس شويه صافي البنات راه غير الدري كيجاوب الناس. شوفوا البنات هذا 21000 درهم 21000 درهم 21000 درهم البنات هذا 1.4 في الضرب الجهه ديالو شحال قلتي ليا في الاخر الدور 5.7 5.7 5.7 في الدوره ديالو الواجهه ديالو 1.4 داير 21000 درهم البنات موديل كيحمق ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا شي حاجه غزاله صافي البراسلي اللي في يدك تيفاني شحال ثمن القياس هذا الزينه ديالي الدوره ديالو غتكون 6.1 لانه جايني انايا نورمال جايني مجينيش محاصر بزاف دونك هذا 15500 درهم وكاين هذا صغير عليه شويه جايب 14000 درهم صافي الزين هذا 14000 درهم وهذا 15500 سلام اختي شحال واصل الذهب للغرام شحال واصل الذهب للغرام 770 هو طالع حبيبتي بالنسبه للرادكو سات العصير الصابون بالنسبه للميزه 740 750 غورميت ديال لويت كاينين كاينين الزينات ديالي شوفوا واش بغيتي فيهم مرحبا كاينين الزين شوفوا لي هذا في غورميت البنات هذا ب 11000 درهم هذا 11000 درهم غورميت 11000 درهم البنات اللي بغاتو مرحبا اللي بغاتو مرحبا 11000 درهم مليون و 20000 ريال البنات غورميت تاع البنات راني غنحطتهم في حطيتهم في لاباج دوك اللي بقاو لي راه حطيتهم في لاباج اللي بغات شي حاجه مرحبا كاين هذا هذا الزينه ديالي 5800 درهم شوفي تبارك الله قداش 5800 درهم 116000 ريال 5800 ما كاينش غير ما تقصيرها كاع 5800 درهم 116000 ريال الا بغيتي تقول لها نقصوا لك فيها في الطول كاين هذا 5000 درهم 5000 درهم 5000 درهم 100000 ريال 5000 درهم 100000 ريال هكا سامبل اللي بغات ديروا وسط شي كلاش وشي هكا شي موديل عندها كيجي سامبل كامل هذا اش غنقول لكم اخر ما خرج في الموديلات نتاع سميتو في الكور في كريستين ديور اخر ما غنات ممكن تشوف كريستين ديور هذا 10200 مليون 4000 ريال 10200 مليون 4000 ريال شي حاجه هماويه صراحه شوفي تبارك الله
كريستيان ديور وما أدراكي آخر ما غنات أم كلثوم في كريستيان ديور. شوفي تبارك الله صلاة النبي. 10,200 مليون وربع آلاف ريال، مليون وربع آلاف ريال. وبرات لي ديال الكورميت شحال فيه من غرام؟ دوزي لي واتساب الزينة. دوز أختي واتساب راه النوامر كاين عندكم، ما تضيعوش الوقت. شوفي راه عندكم الواتساب ما فيها بس أنك ديري النمرة ودخلي سكريي لأختي وقولي لها أختي عافاك بغيت لها هذه شحال فيها من غرام وجاوبتك الشراء أنا اللي فيها الديفو. ما خسر والو أختي كتكون زهرة. دوزي لي غير واتساب ومرحبا. أختي خاتم حضور الميزات، لا ما عنديش خاتم حضور الميزات الزينة هاد الساعة، ما عنديش ماشي ما عنديش هاد الساعة، ما عنديش كانوا مشاو. كاين البنات هذا الكورميط 11000 درهم، مليون و20000 ريال. 11000 درهم مليون. واش ماشي ميزه؟ ميزه حجر احمر. ما بقاش 11000 درهم، 11000 درهم مليون و20000 ريال، مليون و20000 ريال. شوفوا مليون و20000 ريال كتجي غزاله فنا. عفاك شي ديريش فيه ميزات حدود مليون. دوزي لي واتساب اختي يمكن نلقى لك شي حاجه. ام جابر كاينين هذوك دوزت البارح في اللايف يمكن كاينه شي حاجه فيهم. المهم شي قلت الاخت واش تسلا فرصه 1200 درهم تكون صحيحه تكون زوينه اختي. جاكم 1200 واحد يبغي داكشي اللي بغا اختي. جاكم دمليش فيه 11 غرام نو ما عندناش حبيبتي. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ثمن الغرام 770 باش حنا ندوزو لراكو حبيبتي، 770 باش حنا ندوزو لراكو ما فوق راكو عساس صابون من البلدي بصفه عامه. شوفوا لي هاد الكنيكيطه باش كنشوف بحال هاد الجديدات كنعيط انا غير الكنيكيشه حكم انا يديا هانتوما. شوفوا لي هاد هاد الفنيكيشه هادي، هاد تولات هي فنيكيشه. شوفي اختي شوفي التيتي ديال اختي شوف الصغر شوفي الزينه هاد الحاجه زوينه فعلا كتكون انيقه الصراحه. 18000 درهم مليون و160 الف ريال، 18000 درهم مليون و160 الف ريال. هانتوما يا اختي شوفي لي تبارك الله صلات على النبي شي حاجه غزاله فنا. عندي من 7 غرامات وانت طالعه حتى ل 30 غرام بالنسبه حتى ل 38 غرام بالنسبه لرادكو. هذا بالنسبه للسامبل. الاخر عندي من تقريبا من شحال من 8 غرامات، لا من 9 غرامات تاع الويت، من 9 غرامات حتى لشي 25 وقيله. شوفوا البنات شي حاجه غزاله وفنه البنات. 18000 درهم مليون و160 الف ريال، مليون و160 الف ريال. شوفوا لي البنات شي حاجه شي حاجه هماويه صراحه. وصغيورين صغيورين 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 يا اختي ديدات هاك شحال فيهم هادو؟ راه تكون فيهم واحد خمسة 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 ستة. شوف لي شحال فيهم في الدورة. راسي لي بغا يبيع راس بشحال اللي بغا يبيع على حساب شنو بغيتي تبيعي. كل حاجة كنشريوها بثمن اختي. شحال في الدورة ديالهم؟ انا نشوف لك شحال فيهم في الدورة ماشي الكرام، شحال فيهم في الدورة اختي. دكليبرا 11 غرام، 11 غرام دكليبرا هادي صغيورين 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 صغيورين. شوفوا هادو شي جديدات رقيق صح لي على وجهي شتو هاو تا يجي خمسة 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 منكوش انتي اختي. 18000 درهم مليون و160 الف ريال. عطيني هادوك نتاع ليبرا ديرهم ها هما دي اختي يا اختي. هادو ديك ليبرا الغزالين الفنين حميمقين تمن راه كل اللي بغى يبيع كنشري ما بين 700 و 710 حتى 720 الا كان شي حاجه نقيه 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 تستاهل داك 720. شوفي ديك الكليبر يا اختي 26000 درهم، 2 مليون و 120000 ريال، 2 مليون و 120000 ريال. 770 الرادكو باش خرجت اليوم الحمد لله 26000 درهم ديال ليبرا ديك الكليبر 5.5 هادوك اللي دوزت هادو غنقول لك شحال فيهم. هادو غزالين فنين شحال فيهم في الدوره صافا بغيت حلقات دايرين على الودن. لا ما عنديش حبيبتي 6 هادو فيهم 6 سنتيم الدوره 6 سنتيم. يلا هادي اللي عندها ديالها راه 26000 درهم. شوفوا البنات هادي راه انا بعت بحالها اختها
وراني عارفه شحال فيها من غرام. اختها باش بعتها تباعت تقريبا ب 28000 درهم، هذه راه 26000 درهم اللي بغات تديها، هذه راه 26 درهم فقط. يلا البنات اللي بغاتها مرحبا، شي حاجه هما ويا البنات ديال تقريبا، وكاينه غير هذه اللي راها كاينه، غير هذه اللي راها وصلتني هذا النهار، مازال غيدخلوا وحدين اخرين، لكن غير هذه اللي وصلتني هذا النهار ان شاء الله. شوفوا هذه 26000 درهم، شي حاجه الطوب ديال الطوب، فيهم 6 سنتيم. السلام عليكم اختي اللي بغى يبيع سير ثلاث البرومو سامبل ندير هادو مره واحده، المهم ماشي مشكل غير تكون نقيه، نديرو حتى 10 المرات تكون نقيه مرحبا. فيها 69 غرام، دير لها شحال بغات تعطيها فيها برومو سامبل. غورميت يد دلويت 9 غرام كاينه اختي مرياجات، انا دوزتهم حبيبتي. اه غيعطيك فيها 49000 امولات سير ثلاث ديال البرومو سامبل. عفاك هذاك البراسلي اللي بحال راتكو شحال قلتي الثمن ما سمعوش، اللي بحال راتكو وراه لا ماشي هذاك اللي كنت دوزتو، غير كورميت كامل لا كله كورميت، فيه غير الكورميت. ها هو هذا 11000 درهم الزينه، 11000 درهم مليون و 20000 ريال، مليون و 20000 ريال. حلقات لوزه بحجيره لوزه شوف بشحال ثمن حلقات اللوزه بحجره حمراء، حلقات اللوزه بحجره حمراء. ما عنديش يا حبيبتي، ما عنديش الزينه شختي دبليج دقلي عندك انت اللوزه شو لويزا، لويزا ولا اللوزه الا اللوزه حبيبتي ما عنديش، عندك انت اللوزه بحجره حمراء. عاودي دوريهم لي عافاك، دوزتهم يا حبيبتي مي سير والله ما خسر لك خاطرك مرحبا. معوله ندير نص ساعه خاطر نصدق ساعتين، لكن ما خسرش فيك ندوزهم اختي مرحبا. حجره خضراء غير جيبهم الا كانوا حجره خضراء، شوفوا لا لك بغاتي حجره خضراء. ها هما دو حبيبتي انت عندك خضراء، ها هما دو. هذا يلا صافي حطهم، هذا ب 4000 درهم ديال الكلاش، هذا 4600 درهم، هذا الزينه 5500 درهم، هذا 2000 درهم، هذا 2500 درهم، هذا 4600 درهم، وهذا 2700 درهم. صافي هاني وريتهم كاملين هذوك اللي كانوا عندي في اللي دوزتهم في اللايف. صافي حبيبتي ولا كنتي بغيتيهم تشوفيهم مزيان دوزي عندي واتساب نزيد نوريك حاجه اخرى راه كاينين الحمد لله. صافي كاين الميزات راهم دايزين في اللايف البارح دوزيهم ولا غد ولا دخلي عندي واتساب ونصيفط لك داكشي اللي بقى ليا في الميزات. ورينا لويزا، لويزا ديال 10 فرانك حر كي الاخت اللي كانت قالت لي ها هما هذوك انت قلتي لي اللوزه ياكي، ها هما هادو فيهم الحجر، الحجره خضراء، هادو فيهم الحجر والحجره خضراء. والله البنات الا كديروا لي شي حاجه ترى جايين ندوز غير هاد السلعه اللي عندي في اللايف، انا جبت سلعه من الاخر حيت البارح درت اللايف تبارك الله يعني كان طويل. اش ندير لكم ها يا الله فرصكم، هادو 4700 درهم، هادو 4700 درهم، 94000 ريال، 94000 ريال. وكاين هادو بلديين، هادو بلديين عليهم جايين ب 3300 درهم، 3300 درهم 66000 ريال، هادو بلديين، هادو قدام بلديين. ها عطيني هادي شحال قلت قلتي لي شحال فيها من غرام هادي. ندوز لكم واحد الميزه جات على خاطركم يلا وصلات. شحال فيها هذا من غرام؟ واحد الميزه خليها حتى التالي حتى نكمل هاد السلعه وندوزها. دوزي هاد الطاس كامل دوزها البارحه خويا واش بغيت تجلسني هنا؟ راه كاين الناس كيقولوا لي شوف هاد البنات كاين هذا سامبل، هذا كيقدر يدخل مع شي بغاسليات هكا عندك ديجا 7600، 7600 100 52، 152 7600، 152. قالت لي هاد السيده حلقات العني العنبرة نسمينهم شلوح، معلومه استفيدوا منها صافي باش من تجي عندي شي وحده كتهضر شلحه واخا اختكم راه زرقاء، المهم المحل غيفهمها واش راه تقول اختكم والو زرقاء، عرفتي كيبقى يهضر معايا بشلحه زعما راني كنفهم، كنبقى نشوف فيها بحال هكا كتقول لي بنتي ما فهمتي والو، كنقول لها والله ما فهمتش عرفتي كتقول لي صافي نهضر معاك بالعربيه.
شوفي لي يا اختي شوفي وياه ميزه راكي حافه من ديك التشويق ما والو غير قعدي تالتالي وشوفي شوفي لي شوفي لي الاسكا اللي تقول لي الاسكا لا شوفي لي الاسكا ما طب يا اختي ما شاء الله تبارك الرحمن اختي اللي عنده فلوسها علاش لا شوفي الاسكا وما ادراكي ما الاسكا الاسكا وما ادراكي ما الاسكا يا وي عزيزه هذه كتباع ب 18500 درهم ديالي ها انت شوفي لي الاسكا كتلبس على دو فاس ها انت ها انت لبسيها هكا هكا جهه الوجه هكا تبان ويا انت من النوع اللي تعزز عليك شي حاجه سامبل تسقل بها بحال هكا وتلبسيها على هذه الجهه لا عين شافت ولا قلب وجه ها انت ها انت اختي 18500 درهم هذا الموديل حبيبتي مستورد هذا ده ماشي ديال المعلمية هذا ديال الشركة الاسكا شوفي يا اختي شوفي الصلاة على النبي صلاة على النبي اختي نقول صلاة على النبي السلعة اختي كلها اي حاجة هدرتو عليها قولوا الصلاة على النبي شوفوا تبارك الله صلاة على النبي 18500 ايوا هي مليون ومية وسبعين مليون ومية وسبعين هذا موديل ديال الاسكا موديل مستورد زوين هماوي شكل ديالو كيحمق الشركه ديال الاسكا يعني شي حاجه كل حاجه وسميتها راكو تعرفوا السميات اللي راهم يدوروا دابا في المغرب كل حاجه وسميتها شوفي اختي هادي ما شاء الله تبارك الرحمن شوفي علاش حليتها زعما دابا انا علاش حليتها بغيت نعرف شوفي تتلبس حتى هي هكا من الشركه ديالها مستورده من شركتها من موديل الاسكا هانت اختي هانت هانت يا ستينا شوفي شوفي تمشى على هذا الموديل على هذا الجهه وتتلمس على هذا الجهه هي والكوميد ديال اليد هانت وتقدري تقلبيهم على السامبل ديالهم كيجيو حمامقين هانت دونك بالنسبه للعنق دايره 36000 درهم 3 مليون و 120 3 مليون و 120 وديال اليد دايره 18500 درهم حتى هذا اسكا صغيره هذا صغور صغير توت هذا كتجي كتحمق البنات عرفتوا راه كنا جبناهم ديجا وراهم طاروا في الاول كانوا الناس شويه متخوفين منهم ولاني ملي بداو الناس يشوفوا صافي كتكون دايه البلدي صافي كتبغي شي حاجه عاود اللي تكون تكون انيقه عاود تكون شي حاجه لبسه ديالها رقم الواتساب 07 27 55 52 31 07 06 27 55 52 26 هادو هما لي نيميرو ديال الواتساب اللي حنا نخدمو بهم دابا صافي مرحبا واش اسكا بالموديل لا بالموديل زيله ماشي بالغرام رادكو فقط البلدي اللي كيدوز بالغرام شوفوا لي هادي بتاع اليد نتاعها عاود حتى هي نفس الديزاين حتى هي نفس الديزاين حتى هي الاسكا يعني صغيره ديال اليد واحد نتاع العنق 21500 جوج المليون و 30000 ريال وديال العنق ديال اليد 11500 دونك هذه 11500 مليون و 30000 ريال وهذه 21500 درهم جوج المليون و 30000 ريال اش عامره ما فهمتش انايا هذه راه بحالها بحال الرادكو حبيبتي راه ما كاينش حاجه سميتها عامره ولا خاويه شنو زعما غادي تكون زعما كتبون بها هكا لا حاجه زينه صاحبتي راه ما نجيبش هذاك التخربيق هذاك التخربيق ما تلقايش عندي تنك هذاك الشيء المهم اختي كتدخل بالكون ديال راجلها ولا خوها داك الشيء اللي كتشوفيه انت عندي تقولي لي راها عامره ولا تجيب لكم دوك الفيديو داخل هذاك الشيء لا كنتعاملوا مع الناس عندهم مصداقيه في خدمتهم ما كنتعاملوش مع هذوك الهوات اللي الله بادين غادي يبقى يدخل لي شي فشي حاجه تلبسيها وتهناي عليها فوقاش تكون عامره فاش ديري لها هكا وتحسي بها كتلعب هكا بحال منفوخه على الخوا بحال شي وحده نيت منفوخه بحال سيطر فيها الريح هادي ها شتي هادي ها شي حاجه صح ونتانا ما فيها لا ما عندك لا تقولي خاويه ولا عامره حاجه لبسيها وتهناي وروحي عمرك تسولي عليها كاع واش راه عندك نهائيا الزينه ديالي هذاك الشيء ما كنجيبوهش الحمد لله والشكر لله داكشي ديال جيبوا هذه عامره هذه خاويه حنا ما عندناش مع داك الشيء تخربيق خلينا لماليه الا كان شي حد كيديروا ما عرفناش شوفوا لي السرتله ديال الدقليبره راني جمعتها حيت كيبقاو يهبلوني تيبقاو يهربوا واحد على واحد شوفوا البنات هذه شي حاجه غزاله وفنه
شي حاجه هماويه. انا كنعرف بنادم اللي كيسوني هذا السؤال يعني كيكون ديجا دست عليه، ديجا شاف شي حاجه بحال هكاك. لا حاجه انا بعتها الحمد لله، بعتهم الناس اللي داوهم، وراني عارفه راه يجيو يقلبوهم في جهات اخرين وكيجيو تيقول لك شكرا بزاف. كتجاوبني عاد من بعد 3 ايام 4 ايام تتقول لك سمحي لي شكرا الله يجازيك بخير وصلتني لا كوموند عجبتني بزاف وكذا، كتكون هزتها من هنا ودوزتها الدايبه من هنايا. واللي كيخاف الله خلاص راه تيقول كلام طيب، اما اللي كيكون اناني راه تيبقى يدخل يخرج في الهضره. باش ما يخليك ديما تبقاي شاكه في راسك ما عمرك تشري اونلاين. شوف البنات شي حاجه غزاله، فنه فنه البنات. شوفوا هذا 24500 درهم، 2,090,000 ريال، 2,090,000 ريال، 24500 درهم، 2,090,000 ريال. شحال الدوره ديالها هذه؟ الدوره ديالها البنات ستونس، ستونس البنات 24500 درهم، 2,090,000 ريال اللي بغاتها، 6.5 في الدوره ديالها اللي بغاتها دوز لها واتساب ومرحبا. واخر حاجه غندوزها لكم هي هاد المبريكه، هادي كورميطه ديال لويت هميزه 740 درهم الغرام. ها هي كورميطه ثقيله وزنها 740 درهم الغرام. شحال قلنا فيها غرام هادي؟ انا غرامتها عاود نعم فيها 22.60 ب 16700 درهم، 22.60 غرام 16700 درهم البنات. هذه راه وحده اللي كاينه اللي سبقات ليها تديها مرحبا بصحتها وراحتها الغلده البنات. 22.60 غرام 16700، 100 مليون و 100 و 4 و 16700 شحال هي؟ مليون و 100، مليون و 100 و 34000 ريال، مليون و 134000 ريال. شحال فيها في الطول؟ مرحبا سلاح ابيض. هذه حبيبتي فيها 19 بالبلع ديالها، 19 سنتيم بالبلع ديالها، 19 سنتيم بالبلع ديالها، يعني بهذا البلع ديالها 19 سنتيم اللي سبقات ليها في واتساب مرحبا بصحتها وراحتها. بغيت جوج دمالج مبرومو سامبل، شحال الثمن راهم لي؟ هاد السلسله المهم البنات بقى لي المصحف وهاد السلسله اللي بقاو كيدوروا عندي في الميزات البنات. غادي نعاود ندوزهم لا دوزيام فوا. هادو 24.80 18600 بيه بنبيه بهاد السلسله، كانت معاه سلسله الزريعه مي السيده اختارت انها تاخذ معاه بونبونتيف اخرى. دونك هذا 24.80 18600 درهم، ديريه في يدك مرحبا. ها هو شوفي شحال شات فيه، شتي شوفي شحال شات فيه، ها هو وشات فيه هادشي هاك. راه الدوره ديالو زوينه، راه ما كبيرش ما صغيرش. شوفوها في الواتساب عفاك بزاف، شوفوها في الواتساب. هانتوما البنات 24.80 اللي بغات المصحف بوحدو مرحبا، اللي بغات السلسله مرحبا 18600 درهم. عطيني ديك السلسله ديال السامبل سرت لا ديال البرومو سامبل على السوم 770 فيها 24.80 غرام 19000 درهم، 19100 درهم عفوا، 19100 درهم اللي هي مليون و182000 ريال، مليون و182000 ريال 19100 درهم. هذه 24.80 على السوم 770 درهم الغرام. كنت دوزت البارح سراتل ب 780، اليوم غير 770. اللي بغات شي حاجه دوز لها الواتساب ومرحبا و الف مرحبا. هذه اللي كاينه في السلسله ديال البرومو سامبل البنات، مازال غيكونوا ان شاء الله السلاسل. خاتم السدي كاينين اختي غير دوزي لي واتساب الله يسهل عليك. وهذا الشيء اللي غيكون عندي ان شاء الله في هذا اللايف هذا. تهلاو بكم راتكم صافي، راه صورتو كامل حدا بغيت تلاقوني. ها راتكم شوف راني شفت هذا راتكم غتنخلع. اختي واش عندكم كوميطات ديال الخلاش؟ اش كاينين؟ هانتي اختي راه تكود ليد الكورميت نتاع اليد هادو ديال لويت اختي، غير 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 شري. هانتي هانتي غير شري، ها 770 درهم الغرام. غادي نولي نهضر بحال دوك السواقه اللي كتبغي
الراد كنت تبارك الله بكثرت ما كاين غنبقى نعرض عليكم نقول لكم شوفوا هذه قده وهذه قده. راتكو 29 غرام الله يجازيك غير خير شحال يبقى 29 غرام ايه عطيها الثمن هذه راه مباطيه غير تعرف الثمن كتب لها تما 29 غرام شحال جات 22300 درهم بشحال المصحف بوحدو او بلا تاكين ما عساس الصابون باقيين هاد ثلاثه هادو اللي بقاو الميزه 740 اللي بقى صافي صافي صافي. المهم بناتي بغيت شي حاجه بالميزه دوز عطيتي راه بقيت على هادو نتوما كتقولوا بغيتو وما كيجبدو هنا نقعد والله ما نسالي اللايف. شوفوا هادو مسالين شوفوا البنات هادو عساس الصابون هاد عساس الصابون بقاو هاد ثلاثه في الاخر سميتو في الميزات لا تبعت حبيبتي 15200 حبيبتي بوحدو 15200 بوحديتو 15200 مليون و 104000 ريال شحال فيه من غرام تباعت حبيبتي مشات هذه حبيبتي هذيك ما بقاش هذيك محيط بوحدها شحال 19.66 قريبة 20 غرام 96 غرام هذا 19.96 غرام صافي نتمنى صافي البنات اختي وريني غورميت الخراشيش دوزي عندي واتساب الزينة حان الله يسهل عليك هذيك اللي في يدك شحال شنو هي كاين شي بوحيه واش لويز حلقات لا ما بقاوليش شي حاجه يعني حره لا ما قاتليش غورميت 12 غرام 770 شحال عصير الصابون هذوك 740 هميزه يدوزي واتساب نصورهم لك الزينه ديالي خوات دي غير دوزولي واتساب البنات عندي غير ابو الحيه اللي كنتي كتهضري على لويز ها هو 4000 درهم ويا كنتي كتهضري على حلقات لا ما بقاوليش البنات مي ها هو لويز حر 21 كره لويز حر 21 كره ديال الراس 4000 درهم المهم اللي بغات شي حاجه غير عاودوا دوزوا واتساب ومرحبا راه كاين اللي بغيتو غير دوزوا واتساب وما تكونوا على خاطركم تهلاو في فروسكم 9 غرام كاينين حبيبتي ها هي ها 9 غرام ها هي المهم شوفي راه كاين 9 كاينين غير دوزي واتساب ونقلب لك عليه وسط وسط الكورميطه تاع الزينه حيت راه كاين بزاف المهم غير دوزي واتساب ومرحبا تهلاو لي فروسكم الى لايف جديد ان شاء الله تصبحوا على خير وسمحوا لي اللي كانت شي حاجه دوزي واتساب ومرحبا بكم